هنا حنا كجمعيه حقوقيه كنستنكروا بشده هذا القرار اللي خدات الاغلبيه المسيره للجيش البلدي للقلعه، لان الى جينا بحال هذه المرافق رجعناها بالمقابل، وحنا عرفنا الهاشه شركه اللي كيعانوا منها الساكنه ديال القلعه، وعرفنا بان جل اللي كيلعب في هذه الملاعب القرب هما طلبه الاغلبيه ديالهم كنعرفوهم بانهم عاطلين على العمل. اذا المتنفس الوحيد اللي عند هذا الشباب ديال القلعه هو هذا ملاعب القرب. يعني هذا الطالب او هذا الشاب القليعي الى بغى الولوج للملعب القرب يعني خصو مقابل، كيفاش غادي يوفر هذيك المبلغ المادي اللي غادي يجيب له هذا الملاعب القرب؟ كما ندين كجمعيه حقوقيه ان بعض جمعيات المجتمع المدني اللي كيقولوا هما انها كتبيع الحصص ديالها للناس من اكادير من ايت ملول من انزكان، حنا ما متفقينش معاهم، حنا ضد هذه الفكره ديال انه يبيع هذيك الحصه ديالو للناس اخرين. هنا مجددا كنناسدو السيد عامل صاحب جريان عمارة انزكان السيد اسماعيل ابو الحقوق بالتدخل العاجل، كما نطلب من السيد الرئيس والساده الاعضاء باعاده النظر في هذا القرار ديالهم اللي هو قرار راه غادي يخلق واحد خلق بعدا بالباله داخل الساكنه ديال القليعه. وكنتمناو حنا كجمعيه حقوقيه اننا نجلسوا مع السيد الرئيس ونقلبوا على حلول بديله الى اقتضى الامر. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤخرا كاين على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في الواقع كاين واحد النقاش من بعد من طبيعة الحال من دس الجلسة الأولى ديال الدورة العادية ديال ماي، نقاش حول القرار الجبائي، ليس حول القرار الجبائي وإنما حول فصل من فصول ديال القرار الجبائي اللي هو فصل 29. هذا الفصل 29 هو اللي كيهم ملاعب القرب والملاعب المشوشبة بالجماعة ديال القلعة، وكذلك فيها الملعب الكبير وفيها ملعب ديال أي تعلل في 90 واحد. مناسبة ديال هذا الجدل هذا أن واحد مجموعة ديال الشباب واحد مجموعة ديال جمعيات المجتمع المدني احتجوا على الأتاول اللي اقترحناه في القرار الجبائي. القرار الجبائي واحد الوثيقة ديال اللي كتسنها الجماعة لاستخلاص الأتاول والحقوق والواجبات لفائدة ميزانية ديال الجماعة من طبيعة الحال. لكن العيب في هذا الجدل هذا هو انه خذا فصل واحد من فصول ديال القرار الجبائي المصادق عليه في الجلسه الاولى من الدوره ديال ماي، واللي خصو فعلا خصو يتشاف القرار الجبائي كله بفصوله كامله من طبيعه الحال 36 ولا 37 فصل اللي خصو يتشاف الفصول اللي طرا فيها التغيير. واحد العدد ديال الفصول طرا فيها التغيير ما تطرقش ليها الناس، ولكن تطرقوا لهاد سميتو. كاين اللي تطرق ليها عن حسن النيه من طبيعه الحال، دفاعا على وليدات القليعه، دفاعا على جمعيات المجتمع المدني، دفاعا على الطلبه، دفاعا كذا. كاين اللي تطرق ليها اختزل القرار الجبائي في النصف الفارغ من الكاس من طبيعه الحال ونسي باقي الفصول. باقي الفصول درنا تغييرات كثيره جدا في احداث جزئات من 3% حتى 5%، درنا في الاحتلال ديال الملك العام لاغراض تجاريه، للالعاب بطبيعه الحال ديال السيرك وغيرها، في الاسواق، في واحد العدد ديال التغييرات كاينه في القرار الجبائي. ولكن لا باس ملي الشارع ارتاى انه يناقش هذا القرار هذا. هاد الملاعب ديال القرب هي ملاعب شيدات من طبيعه الحال على التراب ديال الجماعه القليعه، بشراكه، اقول بشراكه من طبيعه الحال بين الجماعه والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه. شيدت الملاعب ديال القرب لاستغلالها من طرف من طبيعه الحال ساكنة القلعه بكل مشاربها من طبيعه الحال صغيرها وكبيرها نسائها ورجالها. هذه الملاعب اتلفت بواحد الشكل اللي هو رهيب جدا. هذه الملاعب اللي في الحقيقه ما تعطاهاش القيمه اللي خصها تعطاها. جربنا واحد العدد ديال الانماط ديال التسيير ديال هذه الملاعب، لم ينجح ذلك. درنا جمعيات، جاونا جمعيات، الملف القانوني لا تتوفر عليه باش نهضروا على هذه المساله هذه، لان كاين الذي يدافع عن الجمعيات. راه كاين الجمعيات ماشي كلشي سميتو، كاين جمعيات اللي ما هياش هذيك. من بعد الزمنا على جمعيات انهم يدليو بالوصل الايداع النهائي ديال الجمعيه،
من بعد اكتشفنا وهادشي اكتشفوا الناس كاملين ديال القلعه تيعرفوا ماشي حاجه كتخبى، لان قلت هذاك النهار في ذاك الانترفيو والناس واخذوني عليها، ولكن كنزيد نقولها. اكتشفنا بلي ان كاين واحد المجموعه ديال الجمعيات، ما لا اقول كلها، ولكن واحد المجموعه منها كتبيع الحصص ديال المقابلات في ملاعب القرب خارج المدينه ولا حتى داخل المدينه، وكاين خروقات حتى من اللي مقابلين الملاعب من طبيعه الحال. هذا الشيء كله خلانا ندير واحد القرار جبائي اللي غادي يمكن، كاين واحد العدد ديال الناس كيسولوا كيفاش يستافدوا من هذه الحصص، اللي غادي يمكن جميع الشرائح ديال المجتمع، جميع الشرائح ديال الساكنه ديال القلعه، انهم يستافدوا من هذه الملاعب. يكفي انت كشخص اكس جيتي للجماعه درتي واحد الطلب، اديتي واحد 100 درهم في الجبايات المحليه في الصندوق، وتاخذ الرخصه ديالك وتستغل ديك الساعه اللي محدده من طبيعه الحال من طرف الموظفين المكلفين بالملاعب. هذا افونتاج، هذا ربح بالنسبه للناس كاملين. انا كنعرفوا بزاف اللي كيستغل الملاعب القرب هما الناس حرفيا، وهذه تعطيك واحد 10 حتى واحد 9 حتى 10 دراهم تقريبا للمقابله اللي غتستغل هذا الملعب. هذا غير ذلك جات جمعيه ولا جات سميتو من طبيعه الحال حتى هي غادي تستفاد بهذا الواجب هذا، ولكن حتى واحد الجدل اخر هو خاطئ، واجبت عليه في الدوره. كان تساؤل ديال الاستاذه سعاد بلال اللي معنا في المجلس على انه ما مصير الجمعيات اللي عندهم وليدات وتيبغوا ينشطوا في هذه الملاعب وكذا. اجبتها بكل صراحه ان الجمعيات غير معنيه بهذا القرار الجبائي ديال 100 درهم للمقابله. اللي معنيه هو البرنامج، هو الناس اللي كيجوا كيلعبوا الكره في ملاعب ديال القرب في العشيه خصوصا، الناس حرفيين والناس على برا ديال القلعه تيجوا كيخلصوا يخلصوا. ولكن انت جمعيه بغيتي دير نشاط للوليدات الصغار، قلتي عندك الايتام وعندك المعوزين وعندك الناس ديال الاحياء الهامشيه، بغيتي دير لهم جي دير الطلب ديالك وتاخذ الرخصه وبالمجان وما تخلص حتى شي حاجه. غير انه باش انت تكون جمعيه وتاخذ واحد 4 ديال الحصص، من 4 ل5 ولا من 5 ل6 ولا من 6 ل7 وتمشي تلعب في واحد جوج حصص وتمشي تبيع واحد جوج حصص اخرين، هذا لا يمكن. وكنقولها بكل صراحه، علاش غادي نتخبى؟ ما تنتخباوش. لذلك اقول ان الجمعيات اللي بغاو يديروا انشطه الدراري الصغار والشباب وصبحيات وكذا، فالملاعب متوفره للجميع والقاعات والمرافق ديال الجماعه متوفره للجميع دون تاديه. ما شاروش كاع هاد الاخوان اللي ثاروا هاد الجدل هذا، ما شاروش الاتوا ديال الملعب الكبير ديال القليعه، راه 4000 درهم للمقابله ديك الساعه ونص، 4000 درهم. ولكن واش كيلعب فيها شي فريق؟ هي كيلعب فيها فريق شباب القليعه كيستقبل في الملعب الكبير، كيستقبل مجانا وكيدير حصص تدريبيه مجانيه ما تيخلص والو. ولكن فرضا انا جا عندي واحد الفريق من برا ديال القليعه بغى يستقبل مثلا في تيرانكبي، يمشي يخلص 4000 درهم ويجي كما الناس كيخلصوا في الجزيره، كما الناس كيخلصوا في اكادير الى غير ذلك. لذلك اقول انه الجمعيات اللي بغات دير الانشطه للوليدات الصغار يجيو، راه كاين انشطه، كاين الصباح كله خاوي، كاين الظهيره خاوي. كاين واحد الحاجه اخرى اللي شرنا لها في الدوره، هو المدارس ديال كره القدم. كاين مدارس الناس عندهم ناس معوزين، الناس اسميه، هذوك مرحبا بهم. اما مدرسه اللي غدير واحد الاتاوه شهريه على داك الطفل الصغير ديال 120 130 درهم للشهر، ومن بعد كيجي كيستغل الملعب ديال الدوله يقول لك اعطي لي مجانا، هذا لا يمكن. ولكن مرحبا بالمدارس اللي بغات تكون الاطفال ولاد القليعه، اللي بغات تكون شباب ولاد القليعه باش يرتقيوا في هذه الرياضه هذه. هاد الناس هادو راه ما غاديش نتخلصوا عندهم، غادي يكون واحد شو شروط ديال الاستفاده ديال هاد الناس من الملاعب. شريطتها ان غادي يكون من طبيعه الحال واحد النسبه معينه من الاطفال المعوزين واليتامى اللي ما تيخلصوا شيء، ما فيها باس من طبيعه الحال يكون عندهم شي ناس اللي هما كيأديو، لان عندهم حتى هما اوتور كيخصهم يتخلصوا وعندهم ماتيريال كيخصو يتشرى. اذا الجمعيات هنا اللي بغات دير انشطه للوليدات لم تقصى، مازال التيران ديال تلعين واحد كاين، مازال التيران ديال تلعين جوج، مازال المرافق القاعات كاينه، مازال الملاعب القرب كاينه. ولكن اللي بغى الحصص ديال العشيه يجي يخلص 100 درهم وياخذ الرخصه ديالو يمشي يلعب تما اللي يجب. ولكن راه غادي يكونوا ثاني شروط، لان الناس كيجوا كيلعبوا بسراولهم بفوقياتهم بصندله الميكا بالسبرديله بالكوطاس، غادي يكونوا شروط ديال دخول ديك الملعب، غادي يكونوا اصلاحات مهمه في هذا الملعب. هذا غادي تكلف واحد 330 الف درهم هذه الملاعب هادو. اذا غادي يكونوا ملاعب محترمه عندها شروط باش تدخل ليها، ما غاديش يكون بحال دابا ما عاطينهمش قيمه. الناس كيجوا على برا تيقول لك عندكم ملاعب جميله جدا وما عاطينهاش قيمه. الكرياج ديال العزيب كله تهرس، الناس كبار بعقولهم تيهرسوا ذاك الكرياج وتيخرجوا على برا للاسف الشديد. واش غنبداو نخبيو هذا الشيء هذا ونبداو نقولوا غير لا السياسيين والمدبرين الى غير ذلك؟ لذلك نساو هذه الخلافات اللي هي صغيره جدا ونتجهوا اللي هي لشي حاجه. الجمعيات راه ما عندكم الجمعيات،
راه اشتغلوا، ها الميدان ها هو، ها الجامعه هي، ها اللوجيستيك ديالها هي، القاعات ديالها هي، ملاعب القرى ديالها، راه لي الانشطه اللي غدير الاطفال والشباب ومرحبا، وما غاديش تخلص هذيك 100 درهم وشكرا. كما كتعرفوا عرفت جامعه القليعه الاسبوع المنصرم لانعقاد الجلسه الاولى من الدورة العادية لشهر ماي، واللي تمحورت هذه الجلسة الأولى حول نقطة فريدة وهي القانون الجبائي ديال جامعة القليعة. كما كيعرف الجميع هو القانون الجبائي هو مكون أساسي وهام في الميزانية ديال الجامعة بطبيعة الحال، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة. هذا اللقاء هذا ولا هذه الجلسة عرفت واحد النقاش مهم، واحد النقاش في المستوى بين الاغلبيه واحزاب المعارضه حول عده نقاط في القانون الجبائي. من بين النقاط التي استأثرت بالاهتمام واستأثرت بالنقاش، هناك ثلاث نقاط التي انصب حولها النقاش في خلال هذه الجلسه. النقطه الاولى التي اثارت حفيظه المعارضه وهي الضريبه على الاراضي غير مبنيه التي اقترح فيها المكتب المسير إضافة درهم واحد للمتر، وأحزاب المعارضة اقترحت بأن يبقى الرسم الجبائي في حدود 4 دراهم نظرا لما يعرفه، يعني نظرا لما تعرفه الاقتصاد العالمي والوطني وكذلك المحلي من كساد، وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين في القليعة. بالنسبة للنقطة الثانية التي أثارت النقاش خلال هذه الجلسة، وهي نقطة استغلال سوق الازدهار، حيث اقترحت الأغلبية سومة كرائية ديال 600 درهم، ولكن المعارضة اقترحت على الأغلبية بأن تخفيض هذه السومة الكرائية إلى 450 درهم، نظرا لأن أي واحد منا غادي يمشي لسوق الازدهار غادي يشوف بأم عينيه الروج القليل اللي كاين في هذاك السوق والكساد اللي كاين في هذاك السوق، وأن الباعة يجدون صعوبة في تسويق منتجاتهم هناك. لذلك اقترحنا بأن تخفض السومة الكرائية إلى 450 درهم. النقطة الثالثة والتي أثارت نقاشا سواء داخل المجلس أو خارج المجلس على في الشارع القليعي، وهي نقطة استغلال ملاعب القرب بالقليعة، حيث اقترح المكتب المسير بأن يتم دفع 100 درهم عن كل ساعة لفائدة الجمعيات المستفيدة من هذه الملاعب. أحزاب المعارضة دافعت بشكل كبير حول مجانية هذه الملاعب حتى يستفيد الشباب من الولوج إلى هذه الملاعب. نعرف جميعا أن المتنفس الوحيد للشباب وللعاطلين ولكل أبناء القليعة في مدينة القليعة هو هذه الملاعب ديال القرب، في غياب تام للمرافق الترفيهية، فكيبقى هذاك هو الملاذ ديال الشباب فين يفجروا الطاقات ديالهم ويفجروا المواهب ديالهم. لذلك طالبنا واقترحنا بأن تبقى المجانية لاستغلال هذه الملاعب. على العموم اللي بغينا ناكدوا عليه فهاد الكلمه هو ان الجو اللي دارت فيه الدوره كان جوا اخويا وكان جوا ديمقراطيا، وبطبيعه الحال هناك اغلبيه وهناك معارضه، والقرار تم الاخذ به لان هناك اغلبيه وهناك معارضه، واصبح الان ملزما للجميع. ما زلنا نامل في ان يعاد النظر في هذه النقاط حفاظا على القدرة الشرائية لساكنة القليعة، وحفاظا على حقوق الشباب وحقوق ساكنة القليعة في استغلال هذا المرفق العمومي اللي هو ملاعب القرب، وبطبيعة الحال استغلاله دون المس به ودون التفريط فيه. وشكرا لكم.